بنتكلم عن الانفكشن كنترول بريدك وسيتس ان انترفنشنال نيفرولوجي. طبعا احنا في الايرا الاخيره بتاعه الكوفيد والكلام ده الناس كلها بقت ايه ان كلوز كونتاكت مع الانفكشن كنترول. في ريفرشمنت فاشن كده ده هوسبيتال ديبارتمنت وير سنترال بينس كاترز انسيرتد كيدني بايبس واز تيكن نون اس لابوراتوري ولا بلاد بانك ولا نيفرولوجي ديبارتمنت ولا فارماكولوجي. نيفرولوجي كلينيكال سبيشاليتي. نعم لا اللي هو ايه لا نيفرولوجي مش نيفرولوجي والا ما كناش عملنا بقى اقول حاجه اللي بيحصل. لا ما احنا هنا عشان ما يبقاش النيفرولوجي هو المفروض ان النيفرولوجي ده كلينيكال سبيشاليتي از يونيك هاز يونيك ابيليتي تو جيف ذا اوبورتونيتي اوف لايف تو اتس بيشنتس ايفن ان هم اون فايلز. المفروض ان الهيموداليس ده ستارتد لو اي حد فينا بيقرا الكتب من بدري يعني الهيستوري فهو في اللي هو السكريبنر اللي هو عمل اول سكريبنر شانت ده كان سنه 1960 لكن انفورشنتلي الميثود بتاعته ايه ما كملتش عشان كان فيها مارك موربيديتي اند مورتاليتي ديو تو انفكشن مينلي اند ترومبوسيس. 5 years later Breska and Semino introduced their technique of creating arteriovenous fistula عشان establish the renal replacement therapy. Thus, Krippner, هو اتولد 1921 و died 2003 و دي كانت سبيبر نار شانتر اللي هو كان المفروض الانترفنشنال نيفرولوجي يونت المفروض ان احنا يعني عايزين ايه من الانترفيشنال نيفرولوجي يونت؟ ليه احنا عايزين نعمل اولا هو اصلا بديل وذ ايه؟ طبعا الدكتور محمد قال اللي هي الالترا ساوند وهو قال لكم الاسنشال ان احنا يكون عندنا الترا ساوند ازاي؟ بعد كده ان شاء الله في فيدي يوم السبت هنقول لكم ازاي الانسرشن اوف بريتونيال دايلسيس كاتيتر. كمان طبعا الانفكشن اللي هي الاساسي اللي هي تمر اند تمبرري دايلسيس كاتيتر اند ذا بريتونيس الانتفاسكولار بروسيجرز ودي عاده احنا ما بنعملهاش بس في ناس بتعملها حقيقه بس احنا يعني احنا في مصر عاده ان احنا ما لناش الاثوريتي ان احنا نشتغل الانتفاسكولار بروسيجرز واحنا ويلنج ان احنا ان شاء الله ربنا يسر الحال وايه وتبقى من ضمن الجوب ديسكريبشن. تراديشنالي ديز بروسيجرز هاف بين ديليجيتد فور ا فرايتي اوف سبيشاليست زي ما الدكتور حسن قال هم دايما كانوا مستعدين عليها الانترفنشنال راديولوجيست لكن المشكله كلها عندنا ان احنا لما نشوف ديلاي في الاكشن مع العيانين لان طبعا هم قدامهم ليستات ثانيه وقدامهم انترفنشن ثاني غير بتاعتنا فبالتالي ده بيأخر. في ريسنت داتا قالت ان النيفرولوجيست كانوا بيقدروا يشتغلوا الانترفنشن النيفرولوجي بمنتهى السهوله ان شاء الله يعني وان هم محتاجين بس ان هم يبقى في adequate training and develop the necessary skills in the neurology. وهو عشان كده احنا عاملين ال workshop عشان to enhance the neurology skills. Refreshment question part of the set of protocols followed to reduce the contamination and to avoid the spread of infection within the interventional neurology unit are called laundry disinfection protocols. بالبوتومي او كيموثيرابي اللي هيجاوب دي حاجه حلوه. طبعا احنا بما ان هو حاجه مستحدثه يعني اللي هو الانترفنشنال نيفرولوجي يونت فبالتالي الجايد لاينز بتاعتنا ما لناش جايد لاينز قوي فانا حقيقه اخدت شويه سمري كده من الجايد لاينز بتاعت الانترفنشنال نيفرولوجي. اول حاجه احنا محتاجين الاسترايل تكنيك لازم يوز از ابلايك تيرم ات ذا بيجينينج اوف ديسكريبشن اوف ميديكال ريسيرش كات بروسيس. طبعا كلنا بنواجه مشاكل اساطر في الدايسيس يونتس والكلام ده فطبعا اهم حاجه واكتر حاجه مهمه يعني كريتيكال ان انت تستخدم الاسترايل تكنيك.
right technique is the context of medical and surgical procedures that refers to the process used to prevent contamination of wounds and the other sites by the organisms that can cause infection. And the strike technique is critical component in the prevention of surgical site infection. واحنا المكان اللي بناخد فيه الأصابع ده اسمه surgical site المكان يعني البانشر ده يعتبر surgical site infection. It is the third most frequently reported nosocomial infection. وأظن إن إحنا كمان عندنا معظم الناس في الادميشن دايما بنلاقي الناس اللي هي infected catheters أو معظمهم يعني infected catheters either hemodiasis or peritoneal dialysis. And the studies showed that the surgical site infection leads to both increased length in the hospital and the health care cost. يقعد عندنا العيان بالأسابيع عشان بس تعالج الانفكشن وانت كان ممكن ان انت overcome القصة دي عن طريق ان انت تستخدم الاسترايل. الجايد لاينز هي مش يعني المفروض ان الجايد لاينز هي بتديك بس يعني هي جايد لاينز هي انت تمشي عليها بس كل واحد يقدر يعني ايه مش لازم يبقى حرفيا احنا ما هي بتوجهنا بس لازم كل واحد يكون عنده الكونسبت اصلا بتاع الاسترايل تكنيك وهي بس مجرد ان هي بتقول لك ان انت ممكن تمشي ازاي. البروسيجرز اللي بنستخدمها في الانترفيشنال نيفرولوجي او الراديولوجي بتتقسم لثلاث لاربع حاجات. في كلين بروسيجرز، كلين كونتامينيتد اند ديرت. فكروكم احنا بنشتغل في انهي كاتيجوري، الشغل بتاعنا في انهي كاتيجوري، كلين ولا الكلين كونتامينيتد ولا الكونتامينيتد ولا الديرت؟ لا كلين اند ديرت. كلين كونتامينيتد. يعني اللي موافق على كلين كونتامينيتد بس كلين كونتامينيتد تمام كلين خلينا نوافق ان احنا بنشتغل في كلين بس بعد كده هنتكلم على الروت كونفيجريشن والفاتيلز طيب مبدئيا كده ديفينيشن اوف كولونايزيشن انا عندي في كولونايزيشن وفي انفكشن كولونايزيشن اللي هو عباره عن This represents the presence of microorganisms without a host response. ولكن لما بيحصل break في host response ده بيحصل infection اللي هو the spread of microorganisms في bloodstream. أي catheter بتركبها سواء كانت central line أو urinary catheter أو whatever بتعمل حاجة اسمها biofilm. المفروض إن أنت bacterial infection introduced from the catheter hub بتبتدي تعمل الorganism بيحصل attachment ليه على الهيمودياليسيس catheter lumen او whatever اي process انت مدخلها ضامن جي whatever اي حاجة بعد كده attached the cell mononuclear cells وبعد كده بيحصل cell to cell adhesion وبعدين بيحصل maturation للبايوفيلم لما بيحصل break في البايوفيلم ده بيحصل spreading infection ويبتدي العيان يبقى منفس طيب الانترفنشن راديولوجي او النيفرولوجي بروسيجرز احنا اتفقنا ان هي بتتكلم عن كلين كونتامينيتد وكلين كونتامينيتد وكلين احنا بالنسبه لنا بنستخدم السنترال فينس اكسس وده كلين في بعض مننا بيشتغل الانجيوجرافي والانجيوبلاستي والثرومبولايسيس والستنت بليسمنت واللي هم بيشتغلوا مع الجرافت وده اسم ده كلين النون فاسكولار انترفنشن عندنا بيرتيتينيس بايوبسي ولكن احنا مش شغالش مع الجينيتورين البروسيجرز لان احنا ما بنركبش دبل جي ولا بنركب كده تبع كل مسالك هم اللي بيشتغلوا فاذا احنا الشغل بتاعنا كله فيه المفروض ان انت كلين كونتامينيتد لازم تكون سترايل كومبليت سترايل تكنيك والامبليكيشن اوف ذيس ريكومنديشن ار ذا تكنيك اند بروسيجرز شوت نيرو ذا اوبريتنج روم سيت تمام الاوبريتنج روم سيت اللي المفروض ان احنا اول حاجه للسكراب اتاك which is intended to wear only in the interventional nephrology suite يعني المفروض ان انا لما السكراب ده ما اتفسحش بيه في المستشفى انا موجود في المكان بتاعي ما اتفسحش اشوف ناس تروح الكافيتيريا لابسه السكراب تروح كل مكان في ناس بتركب المواصلات عشان تتفسح شويه لما رايح مكان تلبس السكراب طبعا ده مش احسن لبست السكراب في الانتر
interventional nephrology unit. ولكن انا لما هاجي اتعامل بقى هشتغل لما اجي افتح الانسترومنتس او تريز المفروض ان انا هستخدم الهير الهير كفرنج والماسك تمام. والستراي جاونز والجلوبس بقى ديت المفروض ان انا لما ابتدي اشتغل في الفيلد. اهم حاجه برضو ان انا استخدام الستراي جلوبس ان امانر ذات الاوز جنرس كفرنج اوف ذا ستراي فيلد. المفروض ان انا الكفرنج بتاع الستراي جلوبس تكون فيتد كويس على المكان اللي انا هشتغل فيه, والمفروض ان انا يبقى فيه مينيمال ترافيك في السويت. مش كل واحد داخل وطالع هاتف لان ما اعرفش هاتف الكاميرا من هنا هاتف ما اعرفش. المفروض كل ده انت لازم تعمل كان انت بتعمل عمليه يمكن ايفن كانها اوبن هارت. المفروض ان انت ما تسمحش بالدخول والطلوع والكلام كل الكلام ده كله بانترودوس انفكشن المانوفر اللي انت لان انت عندك سيرجيكال سايت. المفروض يكون عندك سيمي ريستريكتد اريا, ما تبقاش يعني ما يبقاش الباب على الدخول على طول, لازم يكون في سيمي ريستريكتد اريا عشان تساف اس اجير بين ذا انريستريكتد اريا اند فولي ريستريكتد. طبعا المفروض ان انا prevention of surgical site infection المفروض ان انا اشتغل يكون العيان في personal يعني personal attire يعني لبس براحة كامل proper hand hygiene gowning gloving و preparing و draping و maintaining a strong field and sanitation of the intervention process. والresponsibility دي بتقع على كل الناس من اول العامل اللي بيشتغل لغاية المفروض ان انا عندي تري تيبل اللي هي الاسماك اللي الباك تيبل اللي هو اللي عليه الانسترومنتس. المفروض ان هو بيشتغل انا حاطه عليه الانسترومنتس بتاعتي اللي انا هشتغل عليها اللي هو طبعا السترايل فيلد بتاعي اللي هو اللي انا هعمل له كفرنج كده. والمفروض ان هو يبقى موجود يعني قريب مني ما يبقاش في موجود في مكان ممكن يقع ممكن الدراب بتاعته تتشال تقع اللي عليه هبوظلي الشغل. الريكومندد تايم بالبريبريشن المفروض اقل من 1 اور. يعني انا لما اجي افتح جوه الاوبريتنج ثير لما اجي افتح ارصص الالات بتاعتي المفروض ان انا اقل من ساعه ما تقعدش اكتر من كده. والبيرسون اللي هيشتغلها لازم يكون لابس كل الاسترايل الهوية بتاعته, لازم يكون لابس الماسك, لازم يكون لابس الجاون والأوفر هيد والماسك زي ما اتفقنا والجلافز. ريكومندد لوكيشن اوف ذا بريبريشن زي ما اتفقنا ان هو لازم يكون موجود يعني ايه في منطقة ما يبقاش يعني ايه زي ما بيقولوا مطش كده باللي يعدي بطول. المفروض برضو ان هو ما يبقاش فيه درابس موجودة كده هي ما تبقاش نازلة مدلدلة كده قلنا عشان نفسك. بعد كده لازم الانترفنشن نفروجي سويت ده لازم ان انت تتأكد ان ما بين كل البروسيجر التاني لازم يبقى كلين كويس, لان هو المفروض ان هو مش سترايل الاورجانيزمز موجودة ايفريوير ممكن على الشلفس على اي مكان الاورجانيزمز موجودة ايفريوير. كمان الدخول والطلوع اللي زيادة عن اللزوم ده نفس الكلام. عشان كده لازم ان انت بعد كل مانوفر لازم الدنيا ايه تتنظف كويس جدا. المفروض اوتسايد دورز تكون مقفوله, وان انا برضو الناس اللي هي ملهاش لازمه ما تدخلش, والمفروض كل الابواب المؤديه للمكان اللي انا هشتغل فيه تكون برضو مقفوله. اتفقنا ان الناس اللي ملهاش دعوه بالبروسيجر ما تدخلش, والناس اللي هي هتدخل لاي سبب حتى ايه لو هيديك كانولا هيديك وتبر اللي هيديهولك لازم يكون لابس اللبس بتاعه كده. اتفقنا ان احنا هنعمل كليننج لكل مكان, المكان اللي كان نايم عليه العيان والارضيه والمفروض حتى لو الارض نظيفه قدام مني بس في حاجات ممكن تبقى بادي فلويدز او اي حاجه ممكن انفيزبل دي كان انفيزبل. بعد كده لازم تتلم في حاجه معينه ولازم تتحط الحاجات اللي هي الشارب في الشارب كونتينرز بتاعتها, ولازم تحط الويست بتاعتي في البريد باك, ولازم في الان ات ذا كونكلوجن اوف ذا داي سبيج او ذا سيرفيس الفيتنس شود بي تيرمينال. ذا فورث ذا بيرسون اوف بروتكتيف تريتمنت ريكوايرد فور بريفنشن اوف كلينيكال اسوشييتد انفكشن اسبول اي بي دي سي تي ام ار اي او تي.
المفروض ان الاسكابلوليفونت should be worn in the intervention approach speak over لو انت عايز تخرج بره محتاج ان انت تقلع ده وتلبس هدومك وتخرج وبعد كده تبقى ترجع تلبس في نفس المكان لكن المهم ان انت ما تخرجش بالسكراب ده وبعدين قلنا برضو ان الهير لازم يبقى بيه كفرد عشان هو ادرس كنت ميت الهارلنج ايه بقى اتفقنا الحاجات اللي احنا هنستخدم السيرجيكال الاوفر هيد سيرجيكال ماسك ولازم ان انت لما تيجي تقلع الماسك لازم تعمل لوشن هاند لان هو طبعا بيبقى كونتامينيتد الماسك فالمفروض ان انت بتقلعه من الجناب كده والمفروض ان انت بتغسل ايديك بعد لما بتقلع الماسك واظن ده الكلام ده هم دايما كل شويه بيقولوه في التلفزيون وكده بيوعوا نفس القصه دي. What is the appropriate flow and water temperature when washing the hands? Appropriate flow and cool water, or the appropriate flow and warm water, or the immediate flow and warm water, or the immediate flow and hot water. Repeat the procedure. Thank you.
الدراسة اللي كلمتها إن شاء الله مع الدكتور كاتب المنيل الدكتور إن شاء الله مكان